صباح الخير. 27/4 عيد ميلادي وصحي عيانة، ولكن النهاردة واحد من أحلى أيام حياتي، لأنه تم ترشيحي لجائزة أفضل صانع محتوى في الشرق الأوسط. بجد بص الدمعة هنا. كنت فخورة جدا بكل اللي وصلنا له، فخورة بيا وبيكم، مبسوطة جدا، فالحمد لله. بداية جديدة حلوة جدا لسنة جديدة كلنا فيها دايما مع بعض، وانتم دايما ظهر وعيلة وسند. بحبكم، بحبكم قوي، ولان انتم دايما كنتوا في ظهري وعارفة ان انتم هتفضلوا في ظهري، فلو انتم شايفين فعلا ان انا استحق اللقب ده واستحق المكان ده، هستنى تصويتكم ليا. هسيب لكم تحت الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق، هتلاقوه كمان في بداية حسابي بالانستجرام وفي الستوريز، هسيبه لكم في كل حتة. لو شايفين ان انا بقدم محتوى هادف ممتع، كنت سبب في معلومة في يوم من الايام اخدتوها، او حتى في بسمة رسمتها على وشوشكم، ما تنسوش ان انتم تصوتوا لي، ان فعلا ده هيفرق معايا جدا وهيخلينا كلنا نفرح. ويلا النهارده يعني عيد ميلادي، فاحلى هدايا بجد ممكن تدوها لي ان انتم تصوتوا لي. قوم جد انا مبسوطه. هلو هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا قد الدنيا كلها. واخيرا الجزء الثاني المنتظر. الصراحه انا قسمت الفيديو على جزئين علشان ما يكونش طويل جدا، فاكتبوا لي تحت لو بتحبوا الفيديوهات الطويله اللي بتوصل ساعات لنص ساعه، ولا بتحبوا ان الفيديو ما يزيدش عن 15 دقيقه. يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. وزي ما انتم متعودين في تجارب المنتجات الغريبه دايما بيكون في مسابقه سهله جدا وشروطها بسيطه جدا، وبس انكم تكتبوا تحت في التعليقات ايه اكتر منتجات حابين ان انتم تكسبوها من الفيديو النهارده، وحسابكم على الانستجرام عشان اقدر اتواصل معاكم، وتضغطوا لايك للفيديو ده عشان اول ما بيكمل 15000 لايك بنعلن عن اسم الفايز، وما تنسوش تكملوا لاخر الفيديو علشان هيتم الاعلان عن اسم الفايز في الجزء الاول. غير كده اكتر كده، يلا بينا على التجارب. يسرى تجارب، مش هنضيع وقت كتير لان عندنا حاجات كتير جدا نجربها. رمضان يعني سحور، سحور يعني بيض، فانا جبت لكم يا جماعه الفرخه الشقيه اللي بتعمل البيض المسلوق في دقايق. ولو تفتكروا في الجزء الاول كان في منتجات تانية برضو لسلق البيض، صراحه لو دي اشتغلت هتكون عمليه اكتر بكتير لان كله في جهاز واحد. ده الفرخه، وهي باختصار الفرخة السحرية دي، ده كده شكلها، وصلوها في الكهرباء وبتشيل 7 بيضات، فالصراحة بتشيل عدد كويس جدا من البيض. فيلا بينا على المطبخ نروح نجربها وما نضيعش وقت اكتر من كده، نشوف هل الشيء ده هيشتغل ولا لا. اهلا بيكم في المطبخ، جاهزين لاول تجربة للنهاردة. جاي معاها ده كده زي كوب كده صغير، فهنملى الكوب ده ونحط المية هنا ونحط بيضة وهنحطها في الكهرباء ونشوف هل هتشتغل ولا لا. اول ما بنحطها في مكانها كده بتقف، ويلا بينا نحطها في الكهرباء ونشوف هتشتغل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراحه مش عارفه امتى هنعرف انها خلصت، اعتقد من هنا يبتدي يطلع بخار، الله اعلم. فخلونا نسيبها دلوقتي ونروح نشوف المنتج اللي بعده ونرجع نشوف دي اخدت وقت قد ايه. ودلوقتي جه ميعاد واحد من اكتر المنتجات اللي انا متحمسه جدا اني اجربها من ساعه ما طلبتها، وهو الايس كريم السحري. اقرب جهاز لصناعه الايس كريم، لانه حرفيا مكتوب عليه انك بس تهزه وهيصنع لك الايس كريم في 3 دقايق بس. البتاع ده لو اشتغل هيكون جامد، بس يعني بصراحه شكله كيوت جدا. ده شكله كده من جوه في الجزء اللي هنا، اعتقد ده الجزء بيتحط فيه الايس كريم تقريبا. فيلا بينا اوريك اكتر من كده على المطبخ ونشوف الشيء ده هل بيشتغل ولا لا. اوكي يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان انا قلبت الكرتونه على زي طريقه التشغيل، ما لقيتش اي حاجه، مش جايه معاها اي ورقه ولا اي بتاع. فاول ما كتبت اسمه اللي هو ايس كريم ماجيك، على طول طلع لي انستراكشن على جوجل، لقيت الفيديو اللي هوريه لكم ده. I'm hungry. There's nothing to eat. I'm bored. I want something sweet. How about ice cream? Introducing Ice Cream Magic, the cool new shaker that's an ice cream maker. Now you can make delicious homemade ice cream in 3 minutes. Machines are expensive and difficult to use, but Ice Cream Magic is quick and easy. Watch, first add some ice cubes in the cone. Then a little salt to activate the deep freeze. Next, pop in the bowl. Then pour in the cream and your favorite flavor. Now shake it to make it. You get delicious homemade ice cream in 3 minutes. اوكي يا جماعه، صح ما لقيتش عندي تلج، فاضطريت استنى لتاني يوم لحد ما التلج جمد. ف جد دلوقتي لحظه الحقيقه اللي انا مش قادره من امبارح علشان اجربها. فدلوقتي كده فتحت الكوبايه، بصوا كده بالمنظر ده ان انا املاها، وبعد كده زي ما قالوا هنحط شويه ملح علشان ناكتيفيت الديب فريز، مش عارفه ده معناه ايه، ولكن شويه ملح كده هنقوم مغطيين ده كده. قررت ان الايس كريم اللي انا هعمله الفروحه واقفه جنبي هتموت وتاخده.
هعمل ايس كريم صوبيا. هو بقى فيه الفليفر وفيه الكريم وفيه كل حاجه مع بعضها. اعملك ايس كريم صوبيا. اه يامي يامي. ايه ده؟ مامي بهدلت الدنيا. استني نجيب منديل. هنقوم مغطيين بالغطا ده كده، وبعد كده هنغطي بالغطا التاني. بقى هنرجه دلوقتي. جاهزه؟ يلا شيك ات شيك ات شيك ات شيك ات شيك ات شيك ات شيك ات. ايوه شيك ات، برافو شيك ات. كان لا لسه مور 3 مينتس. برافو فروحه، انتي بتعملي ايس كريم؟ انتي شاطره جدا. شيك 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 شيك. ار يو ريدي؟ جاهزة؟ لحظة الحقيقة. ايه ده؟ جمدت. ايه ده؟ مش ايس كريم؟ لا والله يا جماعة. اوكي يا جماعة، هو احنا ممكن حرفيا ان احنا نكمل عشان لا 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 لا، ثانية واحدة ثانية واحدة. اللي بيحصل هنا ده ثانية واحدة، هنا في ايه؟ هنا في ايس كريم. او ماي جاد. اوكي هو من الواضح ان هو بس محتاج طاقة هز اكتر وكان يطلع ايس كريم جامد جدا. فرح دوقي. ديليشس. عايزة تاني؟ اوكي يا جماعة خلاص، فرح اعتمدته ينجح معانا بجدارة. نيجي حبه بقى للمشروبات، والصراحه الشيء ده حاسه ان هو عملي جدا خصوصا في العزومات، وهو فكرته بكل اختصار انه زي ديسبنسر لاي ازازه عندكم، بس ان انتم تركبوا الازازه هنا وتحطوه على الترابيزه فتقدروا ان انتم تشربوا من الحنفيه. فاهمين قصدي؟ انكم تحطوه كده على طرف الترابيزه وتحطوا الكوبايه تحت، ينزل لكم ايا كان ايه المشروب بقى، بدل ما حد يقول مين ايده نظيفه يحط لي بيبسي، مين ايده نظيفه يحط لي تمر هندي، الكلام ده كله. فيلا بينا على المطبخ نشوف هل الشيء ده هيشتغل ولا لا. ودلوقتي جه معاد واحد من احلى الاختراعات واهمها صراحه واسهلها وارخصها، كل حاجه في بعض. ناخد ازازه 7 اب كده. هل بقى هتركب فيه اصلا؟ ده سؤال مهم. اوكي يا جماعه دخلت. اوكي بعد كده نقوم قلبينها كده. بعد كده اعتقد ان انا فاهماه ان انا هقوم رجعها دي لورا. طب استنوا نرفعها على فوق. ان شاء الله قبل ما الكوبايه دي تتملي يعني يكون رمضان خلص. بصوا يا جماعه بتضغطوا هنا، بتضغطوا شايفين الازازه بتضغطوا عليها كده. اوكي لا يا جماعه دي جامده جدا. وبس كده. جامد جامد. اوكي يا جماعه لا اعتمدت، جامده جدا في العزومات وعمليه، بس انا خايفه ان يكون الشيء ده ضيع الصودا، فخلونا نجيب كوبايه ثانيه ندلق دول فيهم جامد، لو لسه في صودا يبقى هو ما ضيعهاش. جاهزين؟ طبعا احنا بقى في رمضان وصايمين فمش عارفين ندوق، فخلونا نتاكد بالطريقه دي. للاسف من الواضح ان الصودا راحت. اي خلينا نعرف ان ده اختراع جامد جدا، ولكن لاي حاجه ما فيهاش صودا زي ميه عصير الحاجات دي هيبقى حلو جدا. بس صراحه فكره الاختراع ذات نفسه عجباني جدا، حاسه ان هو عملي جدا، نجحه معانا، ده يستاهل ان احنا نجيبه. وبمناسبه بقى ديسبنسر الازايز، فالصراحه الشيء ده برضه حسيت ان هو ممكن يكون عملي جدا. هو زي جيركن كده بس فيه الشيء بتاعه ده، وده صراحه سعره ما كانش غالي، كان في حدود 60 جنيه تقريبا، فحسيت ان هو لو اشتغل هيكون عملي جدا، خصوصا ان هو فيه فتحات كده من فوق ومن تحت كده، فتقدروا ان انتم تجيبوا كذا واحد وتحطوهم فوق بعض، فيبقى على جنب السفره في بقى ايه مثلا تمر هندي، صوبيا، مش عارفه عرق سوس، تانج فيمتو، كل الحاجات دي كده تحت بعض، بس انكم تضغطوا هنا وينزل المشروب بتاعكم. بس الحاجه اللي مخوفاني انه هو محتاج يكون مليان لحد قد ايه علشان الميه تنزل من هنا، الله اعلم. فيلا بينا نجربه ونشوف هل فعلا يستحق فلوسه ولا لا، لان صح لو اشتغل انا حاسه ان انا هجيب بقيه المجموعه. اوكي يا جماعه انتوا متخيلين انا مليت قد ايه ولسه الشيء ده في مكان. فصراحه الكاباسيتي بتاعته او انه ياخد حاجات فهو حلو جدا، حلو جدا للتانج الفيمتو الحاجات دي في العزومات انه تعملوا كميه كبيره. جاهزين؟ هو بينزل ميه ولكن بطيء شويه، خلونا كده نفتحه. هو اسرع من التاني بس الفكره ان ده مفيش اي وسيله مساعده تقدر ان هي تساعده.
فهو الصراحة أحبطني شوية كون إن هو بطيء، ولكن هو شغال. الكوباية تقريبا مليناها في حوالي 15 ثانية، فنقدر نعيش على هذا المنوال، ولكن لو حد عطشان في رمضان أكيد هيشتمكم. يلا بينا على اللي بعده. ركزوا معايا بقى علشان الاختراع اللي جاي مش غريب، لا هو مريب، هو عدى الغرابة بكتير، يعني احنا بقينا في حتة غريب. أماعة البامية دي، ده اختراع مخصوص بس لتأميع البامية، انتوا متخيلين؟ فهو ده شكله كده. خلونا من غير ما نتكلم عنه اكتر من كده، لانه روح نجيب كيلو بامية من اللي وصلت 200 جنيه، احنا مش عارفة الدنيا رايحة بينا فين. اختراع لتأميع البامية وكيلو بامية ب 200 جنيه يلا بينا على المطبخ. انا قلبت السوق حرفيا على باميه، مش لاقيه باميه. تشادي سال في كذا حته هنا في الشروق مش لاقيين باميه خالص، فهجرب الشيء ده معاكم على الانستجرام. اول ما احط ايدي على باميه فريش اكل الباميه اللي عندي فروزن. اتاكدوا ان انتم متابعيني على حسابي بالانستجرام علشان نشوف قماعه الباميه دي شغاله ولا لا. صح متحمسه جدا، ولكن هو انها ب 200 جنيه مش موجوده، مش موجوده يا جماعه. الاختراع الجاي ده مخصوص لشادي حرفيا، لان هو دايما بيحب ان هو يسن السكاكين ويحميها وتبقى سكاكين حامية جدا. مش عارفة ده بيدل على حاجة ممكن تخليني اقلق ولا لا، بس خلينا نأمل. وهو مسن السكاكين الغريب ده، هو حرفيا ده كده شكله، وهو مصنوع من البلاستيك، وده الغريب في الموضوع. مكتوب هنا طريقة الاستخدام، بس الحتة الحديد الوحيدة اللي موجودة مش عارفة باينة معاكم ولا لا، هي الحتة الصغيرة اللي هنا دي. فالصراحة لو اشتغل هيكون اختراع موفق، بس تحطوه كده وتعدوا السكينة من النص، المفروض ان هي تطلع حامية جدا. وشكله صراحة حاسة ان هو كايندا كيوت، يعني ان هو يكون محطوط كده في المطبخ مسن للسكاكين. فخلونا نروح المطبخ ونجربه، لان الصراحة حاسة ان الحظ هيعملها معايا المرة دي. وطبعا يا جماعة ما كانش ينفع ان انا اللي اجرب مسن السكاكين، لان انا ماليش ابدا في الحوار ده. جرب المسن بتاعي. طب هاتسك كده، مش يعني دي حمل، هاتي واحدة ثانية. عايز اني واحدة، انا ما اعرفش انت بتحمل مين. استنى اوريهم شكله ايه اللي بيحصل ورا. بصوا يا جماعة، بيجي ينزل هنا، في هنا السلاحين دولت، هم دول اللي بيحموها، شايفين؟ ودي في واحدة زيها الناحية التانية. مش شغال؟ شغال، بس التانية أقوى من دي، التانية أقوى من دي. مش عارف، حاسه مش عملي. يعني هديتي ما عجبتكش؟ هديتي إيه؟ جايبة لي دي؟ اه دي هدية. دي هدية عيد ميلادك اللي أنا ما جبتهاش. اوكي بصوا يا جماعة، أنا هكون صريحة معاكم، يعني أنا تقريبا وقعت على دماغي وأنا صغيرة، فأنا يعني في حتة مني بقت بتحب الشيء المريب، الشيء اللي مش مفهوم، فوصلت لحتة وحشة قوي، وهي خلتني أجيب كسارة البلح دي. بنقعد نجيب البلح وندقدق عليه ونسمع الناس كلها ان احنا بنعمل بلح باللبن، ليه ما نجيبش كسارة البلح او المكسرات دي ونجربها، هل هتشتغل ولا لا على البلح؟ فاهمين قصدي؟ فيلا بينا على المطبخ نجرب الشيء ده علشان ندي بعض الهدوء للبشرية. اوكي يا جماعة بصوا، هو قفل نور الزرار، مش عارفة هو ده عادي ولا لا، بس نور الزرار اتقفل لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. والبيضة شكلها استوت صح، وما خدش وقت كتير، يعني 10 دقايق تقريبا. لحظة الحقيقة، جاهزين؟ واحد اثنين هوبا. اوكي يا جماعة، اعتقد انها مستوية ميديم، بس داخلة على الهارد، يعني خلاص كان باقي لها تكة، فاعتقد كان المفروض ان انا ازود المية شوية، بس هي سريعة جدا. فصراحة حاسة ان هي عملية جدا وافضل بكتير من الاختراعات اللي كنا جربناهم. اكتبوا لي تحت حبيتوها اكتر ولا الاختراع بتاعت الحلقة الاولى. فجبت لكم تمرتين اهو، كل واحدة يعني ايه اقصى من اللي قبلها، فاعتقد هنحطهم هنا. اوكي دي واسعة عليهم، اول فتحة دي واسعة عليها، مش تكاش ان هي تكسرها. خلونا نروح على اللي ورا. ايوه، واحد اتنين تلاتة. حم حم حم. اوكي هي دخلت في بطنها بس مكسرتهاش. تاني، اعتقد لازم اكون عند الحتة الناشفة، فاهمين قصدي؟ واحد اتنين تلاتة. اوه اوكي يا جماعة، مين نجح في كسر التمرة من غير ما يسمع الجيران؟ جاهزين؟ واحد اتنين تلاتة هوبا. الشيء ده الصراحة لا عملي، وحاسة ان هو حلو، بس في تكنيك انه
مناسب اكتر من الحاجات الناشفه. لو انتوا بقى بتجيبوا التمر اللي هو اغلبيته طري او رطب او كده طبعا مش هينفع خالص، لازم يكون في حته ناشفه تماما علشان هي دي اللي بتتكسر، هو بيكسر مش بيقطع. ومغير كده اكتر كده، يلا بينا على اخر منتج لفيديو النهارده. اوكي يا جماعه، واخر منتج معانا للنهارده، يا رب اقدر اعمل الشيء اللي هقدر استخدم بيه المنتج ده، وهو صانعه الدونت. فيا رب اقدر اعمل عجينه دونت كويسه طعمها حلو. فمن غير كلام اكتر من كده، يلا بينا على المطبخ ونجربها علشان نشوف هنعمل دونت النهارده ولا مش هنحلي بدونت النهارده، عشان الموضوع ده محتاج وقفه. بصراحه دورت في السوق كله على عجينه دونت بتتباع جاهزه، ما لقيتش الاختراع ده موجود. هنستخدم عجينة الزلابية من الفيديو اللي فات. فكرته انه في من هنا كده زي مقبض ومن هنا كده زي الحقنة بيتمسك كده، وبعد كده اول ما احنا بنضغط ده بينزل كده، المفروض ان احنا نفضل ضاغطين عشان نفضل قافلين، اول ما بنرفع ايدينا بيفتح، فالمفروض ان هو بينزل قرص الدونت من غير الحتة اللي في النص، فاهمين قصدي؟ الراحة مش عملي قوي حتة ان انا لازم افضل ماسكاها وعمال يوقع وايدي وجعتني، فخلونا نجرب. بسم الله. قال لك دونت. تعالوا بصوا اللي بيحصل هنا، فاشله جدا. بصوا شكلها من جوه بقى عامل ازاي. اقفل لي يا ابني الزيت ده، روحوا كريسبي كريم او دانكن دونت. اقفلوا الفيديو ده، اقفلوا. وبس كده حبيبين، دي كانت كل حاجه تجارب النهارده ومنتجات النهارده. ما تنسوش لو في اي حاجه عجبتكم انكم تشتركوا تحت في المسابقه وتضغطوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكثر من 15000 لايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واكتبوا لي ايه المنتجات الغريبه الجديده حابين ان احنا نجربها، ايه الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره الجايه على القناه. ومن غير كده اكتر من كده، لحد الفيديو الجاي توحشوني جدا، شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا.